الاختبار اللي قدامنا على الشاشه اسمه هوريزونتال جامب، وده بقيس برضو بيه القوه الانفجاريه والزخم بمعنى صح. تعالوا نشوف ازاي نقدر نعمل الاختبار ده بشكل صحيح ونرجع لكم تاني. الاختبار اللي قدامنا ده اسمه هوريزونتال جامب تيست. احنا خدنا الفيرتيكال بشكل عمودي، هنا بقى ايه بشكل عرضي، برضو بيقيس القوه المتفجره تمام عند العميل بتاعي. بيبقى في خط كده في الارض، وعلى الشمال كده ممكن يبقى في مازوره عشان نقيس، او لو مش تقدر تفرشها بالشكل ده يا سيدي ممكن تبقى تقيس بعدين. اهم حاجه عندنا ان انا هبتدي انط برجليا الاثنين ها في وضع التحميل زي ما هو وضع كده، وانزل بعدها على طول. المسافه دي بقيس من الكعب لغايه العلامه الصفراء اللي في الارض، هشوف العميل قطع قد ايه وبديله كذا فرصة. يعني الافضل بيكونوا اتنين عشان اقدر اعرف، بس خلي بالك ان هو بينط اهم حاجة ينزل هبوط كويس، يعني هو بينزل ما لقيش رجل سابقة رجل، ما لقيش ايديه لمست الارض كان هيقع على وشه، لا جامبينج صح. تعالوا نشوف كده مع بعض، نبتدي نقول له وضع البداية ايوه، يرفع ايده لفوق يجمع طاقة وبعدين ينزل هوب جامب تمام. طبعا نلاحظ ان هنا الكعب الناحيه اليمين يعني ايه ورا شويه، فانا مش هاخد اللي قدام، هاخد اخر واحد اللي ورا. فطبعا لما نقيس والمزوره على الارض يديني مثلا ان هو قفز 75 سم. نجرب تاني عشان نشوف هل هو فعلا 75 ولا ممكن يكون اكتر. هوب بنفس الطريقه. طبعا لاحظنا ان العكس، رجل الشمال هي اللي بقت ورا، باخد اخر واحده واقيس كده بالظبط. ده المقاس اللي اتعمل بيه الجامب. استفدت من الفيديو يا ريت تقوم تطبقه بنفسك عشان تتقنه، عشان لما تيجي تعمله مع العميل بتاعك تقدر تطلع بالنتائج ازاي. وما تنساش اللايك والسبسكرايب وشير عشان الكل يستفاد. ICC Arabic طريقك للتميز في مجال المدرب الشخصي.